ايميل على الانفو ات شيف سي زد دوت كوم. اليوم شو عملنا؟ شغله حلوه الشيف شادي عم يعملها دائما، واللي هي انه عم يسلق باذنجان. عجقنا بموضوع سلق الباذنجان، عمل شغله وعم يشوف حاله فيها انه هو سلق باذنجان. ما عليه، خلينا نشوف حالنا فيها، بس بالاخر استفدنا بمعنى اذا جبنا نحن اليوم باذنجانه قشرناها، مي عم تغلي بشويه ملح، حطينا الباذنجانه من بعد ما غليت نحن بلشنا نحركها ما تسود، ما لازم تكون المي مسقعه، برجع بعيد مغليه مع ملح، بتعقد بتجنن بعد ربع ساعه. شلناها حطيناها هون تتصفي شوي صغيره من المي، بتجنن بتعقد، برجع بقول لك وينها؟ مشويه خالصه؟ لا، مسلوقه. لانه لو مشويه اوكي، اول شغله لو انها مشويه كانت عذبتنا بموضوع التقشير، وسختنا الغاز وما طلعت جمالة وما طلعت لونها أبيض هيك. صحيح أنه طعمتها طيبة، لأنه هالعلاقة بين النار والفلافلة، النار والباذنجان، النار والكوسة، بتعطي طعمة مختلفة، اللي هي طعمة النار أو طعمة السموكت أو طعمة الفيمي أو طعمة الأشياء المدخنة. بس أعمل منها أنا بابا غنوج أو متبل باذنجان بيطلع أطيب طعمته؟ نعم، بس انا هون سهلت الحياه علي، وبهالطريقه انا بدي اعطي طعمي مختلف للاكله، او زدها طعمتها فيني زد لها من البهارات. انا حطيت فيها شويه هيل بقلبها بعدين للخلطه اللي انا عملتها، فيني متبل باذنجان حط فيه شويه كمون بقلبه، بيعطيني نفس الطعمه، وانا بكون اشتغلت بسرعه. وبعتقد اذا بنسال اليوم اي طريقه صحيه اكثر، شوينا الباذنجان على النار وحرقناها وقشرناها، ولا اذا سلقناها؟ وراح تلاقوا انه الجواب هو اذا سلقناها هي الطريقه الاصح. لكو كيف انا بقصها بهالطريقه، باذنجاني فينا نقصها هيك، طلعوا شو حلوه، فينا نقصها كمان بهالطريقه هيك، فينا نقصها كمان بهالطريقه، ونجي نقصهم كلهم لباذنجانات مثل ما بدنا، ونعمل منهم سلادات بعقده بجننه من دون اي مشكله يا شيف شادي. وفينا كمان نفرمهم، نحط معهم طحيني، نحط معهم يلي بدنا اياه، وراح نحطهم هلا بصحن بسرعه. وننتقل هلا قبل ما اخلط سلطه الباذنجان مع الفلافل الحلوه الحمراء والصفراء والخضراء، بصل وثوم، وحطينا كمان البندوره، او بدنا نحط البندوره. طلعوا انا شو عندي وهون شو عندي، باذنجان مسلوق مستوي، فيني استعملكم لاي شيء بدي اياه انا، بنعمله نحن من الباذنجان كمان المشوي. حطيناكم هون، حطينا هيدي هون، نظفنا ايدينا شوي صغيره، وبننتقل هلا وحكينا قبل على المي اللي عم تغلي، والشيف شادي طعمها بكذا طعمه، وانا ما دقرتها، ما عملت فيها شيء، رح حركها قدامكم ليكون لحمه بقلبها. شو حطيت فيها؟ ورق الغار، القرفه، حطينا فيها اللومي، رح نجي لهون هيك شوي صغيره ونشوفهم قدامنا هالبهارات الحلوين يلي لازم يكونوا موجودين عنا بكل بيت. انا برايي من الملح الخشن لازم يكون موجود عندنا، ملح ناعم. عندنا اللومي او الحامض الاسود خلينا نسميه، او الحامض المجفف او اليابس. عندنا كمان الزنجبيل، عندنا كمان الخولنجان، عندنا كمان هون نحن من كبش القرنفل، عندنا من الهيل، عندنا من ورق الغار، عندنا من القرفه. يعني هودي القصص يلي بيطعموا لنا المرقات بطريقه حلوه، وبنحطهم ان كان بمرقه الدجاج، ان كان بمرقه اللحمه، ان كان بمرقه السمك، وان كان كمان بمرقه الخضره. كله بيعطينا طعمه، وعن جد يا ريتكم معي هون بالاستوديو حتى تشموا هالطعمات تبع هالمرقة قد منها حلوه. وفينا بعدين بس نصفيها، وانا رح صفيها، رح اجيب هلا انا لهون هالطنجره هيك بهالطريقه هيك، ورح اجي صفيها قدامكم. طلعوها، طلعوا شو عم بيصير. بليز دقيقه، بس دقيقه تنظبط نحن هون هيك، ونجي نصفي. طلعوا بليز بالمي، المي لانه ليك شو حلوة. أول شيء المي بتعقد بتجنن، لأنه سلقنا فيها اللحمة هي والمي عم تغلي، أوكي؟ يعني المي إذا كنت مسقعة وأنا حطيت اللحمة، بتبلش اللحمة تفقد لي من الخواص تبعولها، وبتعمل لي رغوة على الوجه، وبدنا نرجع كمان نفلتر، أو نحن نرجع كمان نعمل يعني نجيب الباسوار، ونجي نحن كمان تنقول نصفي كذا مرة المرأة، لأنه حتطلع عنا كلير حلوة، يعني كلير تطلع على المي كأنها مي، ما في بقلبها شقف صغار من اللحمة أو شيء من هالنوع، فشغلي كمان هيك كتير حلوة. وراح نشيل نحن هلأ هون نحن عنا
هاللحمة اللي أنا عندي مع الأعشاب كلها نحطها هون. شوفوا لكو كيف عندي من قشر كمان البصل، ورق الغار، عندي القرفة، عندي البصل كمان حطيت فيه من الكبش القرنفل، خولنجان، عندي كمان اللومي، عندي كمان من الزنجبيل بعقده بجننه، واللحمة مستوية يا شيف شادي. حطيناها هون بسرعة وراح نستعملها 10 دقائق ربع ساعة. إذا بدنا نحطها بالبراد ممكن تسود عنا اللحمة، فأفضل إذا بدنا نسلقها بهالطريقة للحمة وننطر ساعة مشان نستعملها، فالطريقة الحلوة إنه نحط عليها شقفة، شقفة مليانة مي ومنحطها على اللحمة، أو منحط اللحمة بقلب شقفة كلها مي أو فوطة ومنسكر عليها حتى تبرد اللحمة كليا، وإلا بيسود الوجه تبع اللحمة. يب بسرعة هون يا شيف شادي حطينا، ونرجعنا كمان هالمي الحلوة يلي بتعقد، أو أنا خليني أقول المرأة اللي أنا عندي، اللي أنا برأيي هيدي من أطيب الأشياء اللي ممكن كمان تكون موجودة، الريحة بتعقد بتجنن. فيني استعملك لأي نوع من اليخنات، لأي نوع من الرز، ما في مشكلة. واليوم عندي يخنة الفاصوليا البيضاء. ما بتعرفي ما أوكي، هاي فاصوليا بيضاء. فاصوليا بيضاء بشتريها اللي هي بيقولوا ميد إن إسبانيا، يعني هي جاية من إسبانيا أول شيء، ما بلشوا ياكلوها مشان هيك بسموها فاجولي دي إسبانيا. أوكي بنجيبها، نجي نحن بننقعها بالمي مرة ومرتين، بنغير لها ميتها، بنرجع شو بنعمل بعدين؟ بنجي من نسلقها، نسلقها بالمي مع شوية إذا بدنا صوديوم بيكربونات أو البيكربونات، أوكي، أو هي زيتها يعني بالآخر. شو بنعمل؟ نسلقها شي حوالي ساعة 45 دقيقة من لقيها استويت الفاصوليا. وهودي الفاصوليا أنا عندي مستويين حلوين، وجيت خليتهم بالمي تبعيتهم حتى يحافظوا لي على هاللون تبعهم بطريقة حلوة، بردوا، صار فيني استعملهم أعمل منهم سلاد، وصار فيني استعملهم أعمل منهم شو ما بدي. واليوم عندنا اليخنة مع اللحمة ومع الدجاج. واو. رح سكر أنا هون هلا على المرأة بهالطريقة هيك، باردون، رح سكر عليها. هون أنا عندي مثل مقلي، رح أنا أحسبها أنه هي طنجرة، بس أنا حبيت استعملها اليوم حتى تشوفوا كل الحركات يلي بدنا نعملها نحن اليوم. شو صار بالغاز؟ أوكي أعملكم شوي صغيرة تنقل هيدا الغاز بمكان كمان هون. ها؟ أوكي سوري. ليكو شو صار أنا عندي هلا هون، رح أعمل هيك ورح أجي أنقل هيدي لهون، طريقة كمان حلوة، وأجي قدامكم هيك وأقرب استعمل هالطنجرة اللي هي مقلي بحد ذاتها، اللي هي مثل الووك لمرات كتير بنقلي فيها، حتى نشوف كل الاشياء يلي بدي احطهم بقلب هالطنجره. طيب هون انا عندي كفوف، اذا بتلاحظوا هون الدجاج اللي عندي او هالفخاض الدجاج اللي عندي حلوين بعقده، بس في اثنين منهم على الاطراف ما شلنا الجلده منهم. خواجه جوزيف حويك عم يعمل رجيم، شو بده؟ بليز يا شيف شاهدي، يعني ما رح قلكن قديش مع اربع نقاط يا شيف شاهدي شيل الجلدي، انا عامل رجيم. فنحن سمعنا الكلمه وشلنا له الجلدي. كيف بنشيل الجلدي نحن؟ طريقه كثير هينه، ليكو شو حلوه. نجي نحن هون نمسك هيدي الجلدي، هي مش جلدي هون، ها؟ نمسكها بايدي بشلطها هيك بهالطريقه، حلوه كثير. وانا اذا بدي هون فيني اعمل شغلي، فيني اجيب كمان سكين حتى اشيلها كلها 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 قد ما فيني اشيل منها. هيدا سكين من هون بيجرح، من هون ما بيجرح، محل ما بيجرح بيجي بيمسكوا هيك حتى انا شو ما قص الجلد. ليكو 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 ليكو، ها ها ها، حلوه هيدي. ها نرجع واحد تاني كمان، بنشيل الجلد كرمال جوزيف حويك، بده يضعف، بده يعمل مثلي ومش عارف كيف. اوكي ليكو هون كمان، يلا يا شيف شادي، ها شفتوا شو حلوين؟ بهالطريقة فينا نشيل الجلد نحن بالكامل عن كمان إذا بدنا السفاين عندهم جلدة، بس الطريقة مختلفة مشان نشيل الجلد، مزبوط. وهودي كمان شلناهم، وهلا شو بنعمل؟ مشان يستوي عندنا بسرعة ونوعية الدجاج بتعقد كمان، شو بعمل فيه أنا؟ بعمل لهم على الحياز الحلوين، طق 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 بهالطريقة هيك، يلا يا شيف شادي هون كمان هون، وعندي المقلي كمان هلا شاعل تحتها بطريقة كمان حلوة، طلعوا كيف؟ واو واو واو, واو ها؟ وعندي ورق الغار بجننه بعقده، رح ضيف زيت الزيتون انا هلا، اوكي، ورح ولع هون كمان تحت هاي الطنجره، ولعنا. هون بنعمل رز وهون بنعمل هلا دجاج، اوكي، اللي هن
الدجاج مع اللحمة، بس نحن ناخد بعين الاعتبار انه اللحمة عنا اياها مستوية. زيت زيتون يا شيف شادي هون، طلعوا كيف شايفين، دغري الزيت على المقلي الحامية دغري بيحمى. ننتبه شوي صغيرة، واحد اثنين حلوين، ثلاثة أربعة خمسة ستة وهيدا سبعة، وبسكر حتى كمان هالدجاج ياخد لون حلو قبل ما اضيف عليه أنا البصلة. يعني أنا هلأ هون شو بعمل؟ بجيب بصل، سكين تاني من غيره لأنه السكين اللحمي بيختلف عن السكين العادي. بنجيب نحن هون البصلة بهالطريقة، نجي منقصها كمان جوانح كتير 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 هيك رفيع حلوين كمان هون. وهلأ البصلة بنحط عليها من فوق، وبعد شوي صغيرة كمان هون بالمقلة التانية بدنا نعمل فيها رز يا شيف شادي كمان هون. ليكو البصلة شو حلوة هيك، رح قصها كمان أنا تكون صغيرة شوي مش كتير. ليكو كيف، ها شفتوها هاي البصلة، وهون البصلة رح حطها وأعمل رز بالكاري ورح حطها حبة. ليكو أنا شو رح أعمل هون، البصل هاي بنعرفها صرنا، رح حط بعد شوي صغيرة فوق الرز بسمتي مع كمان مرقة اللحمة، ورح نعمل رز بالكاري. بس هيدا أكيد لا أكيد أصح بمليون مرة، وهودي الجلدات خدهم معك بعدين جوزيف، هدية مني لإلك، فأنت خدهم معك لتعب بكره. مش هدية لإلك بتصور. أوكي بعدين شو عمل؟ زيت زيتون، حطينا فخاض الدجاج من دون جلدة، بس فيهم كمان يكونوا بجلدة، على زيت الزيتون. هلا استويوا حوالي 50%. شو بعمل انا هلا تنرجع نشرح كل شيء؟ رح ضيف البصل. ليك جوزيف شو عم بيصير، بيعقدوا بجننوا بهالطريقه هيك. من بعد ما ضفت البصل انا كمان عندي من التوم، طلعوا التومات شو حلوين. رح انا اجي اعمل شغلي، وحده اثنين كمان ليكو كمان التومات حلوين فوق، شو فوق التومات ليكو شو حلوين، البصل والتوم. ليكو اللحمة اللي شاف شادي كمان سلقها مع الزنجبيل والقرفة والغار والبصل والكبش قرف والقصص كلها سوا، طلعوا هلا بيتعلم كل شيء. ليكو شو حلوين يا جوزيف. اوكي هيدي ليك جوزيف علمك عليها بس. اوكي ولا مرة مستعمل ميزان حرارة بحياتك؟ بلا. اوكي هذا ميزان عشان تفحص حرارة اللحم، بتفوت هيك لك هلا قد ايه؟ 25. انت بتعرف الارقام بالفرنساوي ما هيك؟ لا 35 دو 36. بنحطها بقلب اللحمة بهالطريقة، بتشوف قديش الحرارة الدجاج بقلبها هلا حاليا على النار. قد ايه لازم تكون؟ لا مش قد ايه لازم، اللحمة نحن اليوم إذا نحن بدنا نستويها لازم تكون بين ال 57 لل 60 درجة، إذا بدنا ناكلها تكون سخنة بقلبها. هلا مرات نحن بس نكون نحن عم نغلي او عم نشوي ممكن ترتفع اكثر، بس بدنا نقدمها حرارتها اكثر شيء 60 درجه جوزيف. اوكي نرجع نحطه محله، اذا بتريد تحطه محله، ما بقى تشيله من محله لانه هيدا ميزان الشيف شادي. اوكي في مشان البطاريه حقها 1500 ليره. يلا اوكي هلا شو انت بدك تعمل الدنيا كلها ولا ايش؟ الجلدات شو بعمل بالجلدات هلا انا؟ لا كل الجلدات شو بدنا فيها؟ اديله ملعقه شو يلا هلا بنشوف الوصفات. وبدي اقول شغله، لا جوزيف اتركهم تبقى حبيبي، ما ضروري نحركهم ليه؟ لانه ما بدنا نهرسهم. يا جاي انا هلا، ليكو انا هون شو عملت؟ جيت عملت شوية رز على جنب، زيت زيتون، بصل، حطيت كباية ونص من رز البسمتي، وضفت لهم من مرقة كمان اللحمة اللي أنا عندي اللي عم تغلي يا جوزيف، ضفنا لهم قديش؟ لكباية ونص من الرز، قد ايه لازم نزيد لهم مي جوزيف؟ كباية ونص من الرز، لازم كبايتين وشوي من المي. عم عليك بجيب الكاكاوتيس؟ كبايتين وشوي. لكن كبايه كبايه ونص. اوكي لا انا قلت بالك انه يعني اوكي. يلا هلا بدي ارجع بس امام المعروف، رح سكرها بهالطريقه انا هون. واللي رح اعمله هلا عندي انا جار هيك رح نحط فيه من رب البندوره، ما بعرف جوزيف لوين راح هلا، كتر خير الله. ايش عم يقول لك؟ راحوا؟ ما فيك هرب جوزيف. ليكو هون رب البندوره شو بدي اعمل انا؟ رح حط انا حوالي كوب واثنين فوق رب البندوره اللي عم تغلي من مرقه اللحمه، مرقه اللحمه اللي عم تغلي. يعني ما رح نحط نحن رب البندوره على الاكل اللي نحن هلا، وشو نعمل بعدين نحط المرقه. حركناهم بهالطريقه جوزيف حلوين، وراح نضيف لانه هون صار عندي البصل اوكي، ثوم انا اوكي، شايف اللحمه صار طريه واللحمه لحمه مسلوقه ومستويه، طلع شو حلوه.
بس الدجاج بعد بده معلش احنا بعد منها جاهزه. لك شو بدنا نعمل؟ نجيب بدنا نعمل فاصوليا بيضة. منجيب نحن الفاصوليا شو حلوين ويلا فوق الاكله اللي نحن عم نعملها. كيفك يا جوزيف؟ هودي اعرف هودي هودي اكيد حكينا قبل. هودي نحن نقعناهم سلقناهم حوالي 45 دقيقة ساعة، بعد بدهم حوالي الربع ساعة أو 10 دقائق. حطهم كلهم أوكي ما بدي أحطهم كلهم لأنه ما نترك شوي صغير نعمل فيهم سلاد. جاي لعندي عالم اليوم بالليل. هو بدك تعزم عليهم عالم بالليل؟ يا بيي يا بيي يا بيي 20 حبة شو بك؟ حطهم حطهم يا بيي. شو أبو كمونة مش قليلة عملت ثروة؟ يلا يلا أوكي ريع يا شيف شادي بهالطريقة. وهون انا ليك يا جوزيف نحركهم بهالطريقه. طلع كيف لانه الفاصوليا كمان ما فينا كمان نجي اوكي. وليكوا هون شو حلوين هلا. وبدي اقول لكم شغله، الطعمات كلها جوزيف وين؟ بقلب المرأة بخواص اللحمه مزبوط. ليك شو حطينا، نرجع بنعيد بسرعه انا وياك بليز بليز بسرعه عم نروح على البتنجان. جوزيف اترك الفاصوليا معلش. شو بدك ما انت ما انت عيد يا خي. خي انا كريم بس انت يعني اوكي يلا. حامض اللي هو اللومي، اللومي زنجبيل منشأ. الخولنجان، هي شو الخولنجان؟ الخولنجان اللي هي كمان نوع من النبتات يلي بيستعملوها كثير بالسعوديه. شرش الرباص يعني؟ لك انت هلا منك عامل لي حالك بتروح وبتبرم السعوديه وتروح عليها. ايه شرش الرباص هيدا. شرش الرباص؟ ايه ما بعرف شرش الرباص. اذا اسمه شرش الرباص ابعثوا لنا ايميل لنشوف اذا جوزيف معه حق. انا بعرفه خولنجان. لا شرش الرباص انت بتعرفه بالاسباني. بالاسباني بس شغله ما بتعرفه خولنجان. اسم بالسعوديه يا خيي. هلا بكره بيزعلوا. اوكي كبش القرنفل اكيد بتعرفه. اوكي اوكي شكيته. الهيل الهيل هذا بحطوه بالقهوه جوزيف. عرفت القهوه؟ الكافي. ايه كافي. ايه والافضل نستعمل والافضل نستعمل ملح الخشن لانه ما بيحتوي على يود بقلبه. ملح الناعم عندنا، عندنا السميه رح نستعمل بعد شوي صغيره. بيحتوي على يود كثير ملح الخشن. اوكي يا سلام. مين قال لك؟ ولو من البحر، كل شيء من البحر بيحتوي على اليود. لكن شو بيحتوي الملح الناعم؟ على يود كمان بيكون هداك مكرر اكثر. اوكي يعني ليش؟ مين شو افضل؟ الافضل الخشن. ليه؟ لانه في يود اكثر. يا هلا انا هون لا هلا انا بفسر لك اياها بس هذه بدها قعده. لانه تفسير التفسير رح يكون مختلف. ليكو هون شو انا عملت؟ حطيت كل اكيد نحن عندنا البهارات موجودين بقلب المرأة. لو بدنا نستعمل مي يا جوزيف شو كنا عملنا؟ اوكي عملنا مي كنا حطينا نحن ورق الغار القرفي بقلبها. كوننا نحن حاطينهم كلهم بالمرأة فصار عندي اياها انا كلها هون على القد. فصار انا على القد. وهلا رح اعمل شغله، رح اجي سكر بدهم يغلوا مع بعضهم وبعدين بنقدم الطبخه تبعيتنا. مش بحاجه لشيء ابدا. وهيدا الرز اللي انا بدفي تحته مثل العاده جوزيف. طلع فيه هلا رح نبلش. طلع حبوب الرز. طلع طلع شفته بدكم ينشف شوي عمه معلوم. هلا انا رح اعمل هيك رح خلي سكرنا هون بعدهم عم يغلوا. رح نشيل كل شيء من هون. رح اطفي انا تحت هلا هون هيك طفيت كل شيء ما عليه. هون رح احطها هيك هون 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 اوكي. وصرنا ان ذا سيف سايد. ليه بعدك عم تغلي المي هون؟ عمالك شوي صغيره هون لازم تغلي كمان. هلا طفينا تحتها بالغلط. اوكي هون طفينا لا طفيت بالغلط بين هون وهون طفينا هون اوكي. شو مالك شوي صغير؟ عندي مشكله بهذا الغاز رح نحلها هلا بسرعه فائقه. رح نحط هيدي هون بقى نستعمل نحن المرأة بالخالص. عندك يا جوزيف شفت عندنا مشكله مش عم يبرم معنا هلا ها برمناه لانه كثير سخن كان. وهون عندنا الرز صار جاهز. وهون انا عندي ها بلشت كمان تغلي عندي. طلع هلا انا هون الدجاج مع اللحمه وخمس دقائق 10 دقائق نحن فينا نقدمه. فيك تحط لها صفران كمان ما فينا نحط اللي بدك اياه. اوكي هلا هون عندنا تنعمل سلطه الباذنجان المسلوق او سلطه الباذنجان المشوي. توم زيت حامض زنجبيل باودر مثلا وحطيت كمون شوية كمون وحطيت كمان ملح. شوي صغيرة من الملح حتى شوي صغيرة من الكزبرة بقلبهم. فيك تحط اللي بدك اياه مش هيك؟ اوكي اكيد الملح صار عندنا اياه جاهز. بتعرف شو بتطلع طيبة كمان مع نقطة موتارد بشرفك؟ ايه موتارد كثير طيب. دوق اول شيء نحن بندوق الخلطة قبل لانه هي اللي بدها تعطينا طيبة 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 ما هي بس ما طعمتني الا زيت حبيبي. طب اوكي يلا هلا بسرعة فائقة ليكو شيف شادي شو بده يعمل؟ الباذنجان يلي نحن شويناه طلع سلقناه. اوكي سلقناه بس فينا كمان نكون شويناه اكيد لانه العالم كلها بيحبوا هيك يشوي بهالطريقه. بنروح نحن على البندوره. اوه اوكي راهب هذا الباذنجان راهب يعني قربنا منه. او الفكره هي من الباذنجان الراهب لانه نحن بس نسمع بباذنجان مسلوق او مشوي وخاصه المشوي دغري بنفكر نحن بالمتبل او بالراهب مزبوط. اوكي شو حلوين هلا هون عظيم. واو بعد في باذنجان كمان سحر بدها شيء سحر قولي لي بدك شيء سحر؟ لا ما بدك يا بي يا بي
يلاقوا شو حلو. حدا عنده حساسيه من الفلايفلي؟ عن جد؟ مين هو؟ حدا مش عارف. اذا بتزق له فلايفلي على الطاوله بيقوم. مش عارفك اذا بتذكر الفلايفلي قدامي. طيب طيب اذا صاحبك عنده حساسيه على الفلايفلي، العالم كله عنده حساسيه عليك جوزيف. حساسيه ايجابيه اكيد، مش مثل الحساسيه اللي عليك. يلا طلع شو حلو. طلع انا وياك هيك بشرفك، قدم انا وياك. طلع هيك هيك وبدي منك شويه سماء هونيك لك ونني عمول معروف. جيبهم وروح هلا نسكب هلا. ها طلعوا شو حلوين. واو شويه سماء، لانه هو مش موجود بالوصفه. نحن شفنا الوصفه بس مش موجود، بس حنحطها لانه بتلبق بتعقد. لكن الثوم، لكن البصل، لكن الفلافلي كذا لون، لكن البندوره اللي بده يحب يحط خيار مع الباذنجان المشوي. واو حطيت ملح. شو هالسلاد؟ الملح وين؟ بقلب. شو حطيناه؟ بقلب الثوم والصوص. يعني بعد بدها شوي. اذا بدها شوي يلا حطوا شوي صغيره. وهون تنبلش نقدم. حركهم شوي صغير يا جوزيف. نحن كمان نقشع هون شو عم بيصير. واو عنا بالفاصوليا، حركها. طلعوا هاليخني شو حلوه. هاي فينا نقدم هاليخني بهالطريقه هلا هيك. وانا هلا هون. واو شو حلوه. لكن يخلط نحن شو الفاصوليا البيضاء. وهون يا جوزيف بلشنا شي هو هيك. لك وين لك وين هون؟ لك شو حلوه. بس انا هيك حبيت الفرجي هيك الجميل الابيض مع أوكي. الالوان. واو مش نحن بنحط الغراض وبعدين بنحط الملح كله وبنحط الثوم من فوق. اول شيء بنعمل خلطه الصوص تبعيتنا وبنرجع نحن. اوكي هلا هودي لالي جوزيف. طلع لالي ولكل المشاهدين ولكل كمان اللي بالانتاج وبالاخراج. وانت اكيد جوزيف انت يعني صاحبنا ولك حصه. عن جد شو محب ليك. مش اذا ما فيك تكفيهم خذهم انت ولاصحابك هودي كلهم سوا هيك تزعون لبعض. طيب انه طول لي بالك، طول لي بالك نكزه. خلاص السلطه خلص. طيب خلينا نشوفها وين صار. يا سلام على الرز، يا سلام على الرز. اكيد هلقوه بتروح لهونيك ياخذ القصص كلها سوا تبعولي. انا هلا هون بدنا نعمل شغله. اول شيء رح نفرجي الرز اللي نحن عملناه هون بالكاري مع البصل. فيكون كمان معمول مع اي نوع من انواع ال هم. مش طالعين من قلبي يا جوزيف بعرف. اوكي يمكن صار لك شيء ما بعرف انا. ليكوا الرزات كمان شو حلوين، بنحطهم بهالطريقه هيك. وراح نفرجي كمان شوي صغيره من الفاصوليا كيف نحن فينا ناكل هل يخني او الرز حده او الرز حده او الرز تحته، وبنحط نحن فوقها كمان اللحمه كلها سوا. رح نشوف هيك بهالطريقه الحلوه. رح نجيب كمان ملعقه من جديد. برجع عيد بسرعه جوزيف بتصور بعد بده شوي. اوكي بده حتى تعقد بالصلصه بس افرجيهم اياها نتفه صغيره. هي بدها بعد شيء 5 دقائق 10 دقائق. اوكي بدي اقول شغلي انه فاصوليا بيضاء بننقعها وشو بنعمل بعدين؟ بنجي نسلقها. اه طبعا اللحمه بنسلقها بناخذ منها المرقه. بتحشي كربونات مع اوكي شوي صغيره قلنا قبل شوي صغيره او الصوديوم بيكربونات او البيكربونات. استوت عندنا الفاصوليا حطيناها على جنب. جينا اللحمه سلقناها واخذنا منها الخواص تبعولها. والمي المرأة كانت كتير حلوة بتعقد. شو عملنا بعدين؟ جبنا سفي أو السفين أو الدجاجة كلها أو كمان فينا نجيب الفخاد. شلنا الجلد منهم، فينا ما نشيل الجلد. شو عملنا نحن؟ جينا زبطنا هذا الموضوع بهالطريقة، حطينا زيت زيتون، حمرناهم شوي صغيرة للدجاج، ضفنا عليهم اللحمة، ضفنا عليهم البصل، ضفنا عليهم الثوم، ضفنا عليهم رب البندورة المخلوط مع المرأة أو الصلصة المخلوطة مع المرأة. وبعدين الفاصوليا البيضاء. طلع جوزيف شو حلوة. اوكي شو بتقول انت؟ انا بقول تمام. أوكي. بس الدجاج بعد بده شوي. اوكي معلش بس نحن عم ناخذ هون نحن شوي صغيره حتى تشوفوا بس كيف الطبق ممكن نقدمه نحن هلا كمان. طلع أوه. اذا بتشوف ليك الدجاج طلع انت هون الدجاج شايفه؟ لا استوى استوى لانه انت رب البندوره عامله حاله مكربجه عليها. لا طلع هون بهالطريقه. طلع هون يا سلام. اوكي لا بس ليك انت بتقدمه هيك بالجاط ولا الرز وحده وهذا وحده؟ فيك تقدم هيك، فيك تقدم هيك مثل ما بدك. اوكي خلص. وفي كمان شو بدي اقول لك يعني خلص يلا خلي هو وصفه بتعقد بتجنن. اوكي المش حلو